كما أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن استمرار مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي في المرتبة الأولى في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص كدولة وحيدة في هذه المرتبة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرسخ مكانة البحرين الدولية ويفرض على المملكة دورا دوليا ومسؤولية كبيرة في تعزيز آليات التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود. هناك أكثر من 20 مبادرة قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تراكمت عبر السنين واستمرت، ولعل أهم ما جاء في التقرير هذا العام هو الزيادة في عدد القضايا التي تم التحقيق فيها وعرضها على السلطة القضائية وعلى المحاكم، وهذه الزيادة تأتي من دخول الجهات الأمنية في البحرين والجهات القضائية في البحرين إلى مرحلة متقدمة من النضج ومن معرفة أساليب هذه الجريمة، وقد انعكس ذلك على أعداد القضايا التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم. الشيء الثاني الذي برز في التقرير هذا العام هو المنتدى الإقليمي الأول الذي دعت إليه واحتضنت مملكة البحرين في أكتوبر من العام الماضي، وشاركت فيه 9 دول بالإضافة إلى منظمتين من منظمات الأمم المتحدة. لقد لاحظ التقرير أن مملكة البحرين لم تكتفي بأن تكون الأولى، بل أرادت أن يكون لها الريادة في المنطقة وأن يكون هناك تحرك جمعي تقوده مملكة البحرين. الشيء الثالث الذي تطرق إليه التقرير هو إعادة هيكلة تنظيم سوق العمل، أو إعادة هيكلة هيئة تنظيم سوق العمل بالأصح. والسبب في ذلك أن إعادة الهيكلة التي تمت في منتصف العام 2018 خلقت إدارات جديدة معنية بحماية الحقوق ومعنية بالأخذ بيد الضعيف ورعاية الضحايا.